تمارين صحفي نشطه يوم الخميس بالنمسا أين يجري نادي طرابزون سبور التركي تربصه الصيفي. لم يتردد الناخب الجزائري السابق وحيد حليلوزيتش في التأكيد عن رغبته في تعزيز صفوف فريقه بأسماء لاعبين دوليين جزائريين تحسبا للموسم المقبل. وكالة أناضول التركية التي غطت الحدث أكدت أن المدرب الجديد لنادي طرابزون سبور وإن أكد رغبته في التعاقد مع لاعبين جزائريين إلا أنه تحاشى ذكر أسماء محددة، مضيفا أن الإشكال الذي حال دون تجسيد الصفقات التي يريدها هو الارتفاع الكبير لأسهم نجوم الخضر بعد مونديال البرازيل، مصرحا في هذا الصدد: نحن في اتصالات مع العديد من اللاعبين الجزائريين، لكن فريقنا لا يملك ميزانية كبيرة حتى يحسم جميع الصفقات التي نريدها.